السلام عليكم واضح. معكم سمير فتان، فنان من ولاية وهران. عندي 29 سنة وعندي استوديو كما كنتم تشوفوا. عندي والدي أطباء، أنا طبيب دو فورماسيون، ولكن والدي يخدموا جوستومون لي زاباري تاع اللي ما يسمعوش مليح. دونك من الصغري وانا مع الصون مع الموسيقى، والله دو 12 ans 13 ans بديت نتعلم البروميير انسترومون تاعي اللي كان لا غيتار، وبرونشيت من تما ما حبش كاع الموسيقى حد الان. كاين ناس اللي ما عجبهمش داروا انتقادات واني فاهمهم، ولكن الموسيقى راهي تتطور، وانا الفكره تاع الكليب هي اللي الكليب هو اللي اقترح روحها ليا. التيتر هو اللي اقترح باش ندير هادو ليسان، وهادو ليسان ما كانوش زعما كان يقول لك كانوا مخيلين بالحياة، هي لا كنت عاود تشوفها تشوف باللي كان كاين ريسبي، كان كاين كادر شباب اللي تونينا فيه، ولكن راني فاهم هاد الناس، وبشويه بشويه العقليه تبدل ولي بلوز اوفر شويه. مو انا سميتها لا تراي باسكو فيها تراب وفيها راي، دونك جاي اون ميم طون عندها ميول ستيل امريكان تاع التراب، و ميم طون فيه لي ريتم تاعنا ريتم وهراني و لي بارول بالعربية، دونك و ميم لي ميلودي شوية اورينتال، دونك لو ستيل هذا سي لا تراي.